أعزائي المشاهدين، صباح الخير، صباح يوم جديد مليء بالسعادة والسرور والفرح والنور، صباح الصحة والجمال. وهي تحية خاصة وطيبة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من قلب استوديو قناة الصحة والجمال، وهي حلقة جديدة ولقاء جديد مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب. وزي ما عودناكم في برنامجنا إننا نجيب لكم مواهب جميلة ونجيب لكم إبداعات عظيمة. وسنة الله في خلقه أن يمر الإنسان على مراحل عديدة، ففي هذه المرحلة يستطيع الإنسان أن يكتسب الخبرات وأن يواجه الصعوبات ويحقق كل الرغبات ويتعلم العلوم المنهجية التي تؤهله على أن يكون متميزا ومتفوقا في مجاله. النهاردة في حلقتنا إن شاء الله معانا ضيفين موهبتين جمال، عندهم طموح عظيم وعندهم إبداعات جميلة جدا. والنهاردة هنتناقش في الحلقة عن المبادرة وعن فنون المسرح وعالم المسرح. وخلينا نرحب بضيفنا معنا الأستاذ إيهاب نعمان، رئيس فرقة عالم المسرح. أهلا بك يا أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا بحضرتك، وصباح الخير على السادة المشاهدين، وصباح الخير على السادة جميع القناة، وأهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ومعنا الأستاذ مصطفى لوكا، مخرج منفذ فريق عالم المسرح. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا يا فندم. طبعا نورتونا النهارده في الاستوديو، وعايزين ان شاء الله نستمتع ونمتع الساده المشاهدين بالطموح والاهداف والتحقيق الاهداف في حياتكم، وتحكوا لنا ازاي بداتوا حياتكم وازاي اجتهدتم وازاي قدرتم فعلا توصلوا لتحقيق نجاح كويس واهداف كويسه. خلينا نبدا بالاستاذ استاذ ايهاب. قول لنا يا استاذ ايهاب، بدات ازاي مشوار طموحك وازاي قدرت تحقق نجاحك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول ما بدات طبعا في طموحي او في حياتي، بدات ان انا اول حاجه اعملها ان انا اجمع فريق مسرحي، ودي كانت اول طموحي طبعا، وان انا اخد افتح باب تقديم للفريق لفرقه عالم المسرح. جميل جدا. الاسم دوت سميته واطلقت له مجله، بس المجله كانت غير دوريه. تمام. دي اول حاجه لعالم المسرح، وبدات من هنا فتحت باب التقديم للمواهب ولجميع المواهب، وتم استقبال فعلا المواهب، وجبت جميع المواهب فعلا كلها، وخدنا منها الكوادر اللي هي ممكن تكون موجوده معايا في الفريق، اللي هي تقدر تخلينا نصعد لقدام. وبصيت على طموح الشباب، وان كل واحد عنده حلم ولازم من جوه ان هو يحققه، عنده طاقه هو عايز يخرجها في حاجه زي كده. فابتديت من هنا ان انا اجمع الفريق من 2013. ما شاء الله، يعني بدات مشوار نجاحك من 2013. من 2013. كويس جدا، دي حاجه جميله جدا ان إيهاب نعمان قدر فعلا واستطاع انه يواجه الصعوبات في حياته، انه يخوض الصعوبات ويخوض الحياه ويقف ان هو يحقق رغبات كويسه جدا. ودلوقتي ما شاء الله اصبح رئيس فرقه، واصبح رئيس مسرح، ورئيس فرقه عالم المسرح. قول لنا يا استاذ ايهاب، ايه اهم الاعمال في مجالك الفني؟ انا اول اعمالي كانت مسرحيه ورا الشمس. طبعا نسيت بس ان انا اقول لحضرتك عن حاجه، ان اللي واجهني في الصعوبات معايا او بدا معايا في الفريق في تكوين الفريق طبعا، وليها كل الشكر والتقدير، استاذه منى فهمي، تحيه طيبه ليها طبعا، لان هي وقفت جنبي كتير، وكانت اول حد بيدعمني ان انا نبدا نعمل فريق والكلام ده كله. فانا بجد يعني بقول للاستاذه منى فهمي الشاعره والكاتبه ليها كل التحيه من خلال البرنامج من هنا. طبعا تحيه خاصه وطيبه للاستاذه منى فهمي انها وقفت مع الاستاذ ايهاب ودعمته وسندته، كل التحية والتقدير. أول عمل كان ورا الشمس، اشتغلت مسرحية ورا الشمس على الطاولة، بعد كده اشتغلت مدادي عالم وعملت مزاد علني، ولسه من يوم 25/9 اللي فات دوت كنا عاملين مسرحية اسمها دجال نص لبة. دجال إيه؟ دجال نص لبة. نص لبة. هو محتوى العنوان ما شاء الله كويس، يعني لافت قوي في المسرح. اه دي حقيقة فعلا. اخر الاعمال اللي احنا شغالين فيها حاليا هي مسرحيه روبابيكيا، وشغالين على عمل اخر اهل القبور. تمام. روبابيكيا من تاليف الكاتب المسرحي الاستاذ هاني ادري، واهل القبور من تاليفي انا. طبعا بمناسبه روبابيكيا، صوره روبابيكيا طبعا هتظهر دلوقتي على الهواء، علشان شايفين زي ما انتم شايفين على الهواء صوره روبابيكيا للمخرج ايهاب نعمان. دي حاجة جميلة جدا يا أستاذ إيهاب إنك بتقوم بعمل
كويس للشباب، ومجال المسرح وفن المسرح دي حاجة جميلة لأن بتخرج إبداعات للشباب وبتخرج مواهب، يعني مواهب وطموحات جميلة جدا في تحقيقها وفي حد ذاتها. لو عايز تتكلم عن مسرحية ربابيكيا، ربابيكيا ده احنا طبعا عرض حابين نسمع يعني السادة المشاهدين عن فكرة مسرح ربابيكيا. مسرحية ربابيكيا انا مش طبعا مش هتكلم عنها كتير عشان ما نحرقش المفاجأة طبعا بتاعتها. بالظبط كده بالظبط. ربابيكيا بتحكي عن طموح الشباب جميل. وعن الناس اللي هم بيبيعوا الوهم، والناس اللي هم ممكن يزرعوا جوانا اوهام كتيره واحنا بنصدقها، تمام. وللاسف في الاخر هي بتطلع كلها اوهام كدابه. لكن تمام. لو احنا مشينا ورا حلمنا وندور عليه هو جاي منين بالظبط وبدايته منين، واحنا هنقدر نوصل له، احنا هنوصل له من جوانا كاحنا. لكن فضلنا نمشي ورا بيع الوهم انا مش هوصل لاي حاجه خالص. ربابيكيا بتتكلم عن بيع الوهم. بالظبط كده. وزي ما احنا عارفين ان مجال المسرح وفنون المسرح في اغلب الاحيان ما بتبقاش بس الغرض منها اضحاك الناس او الكوميديا، بل بالعكس الغرض منها توصيل صوره معينه للناس او دي تصحيح حقيقة. بعض الصور في اذهان الناس او توصيل هدف معين، وده اللي بيعتمد عليه المخرج انه يوصل فكره جميله جدا للناس بشكل لطيف في اعمال دراميه، في اعمال كوميديه، في اعمال سواء كانت رساله فنيه او رساله تحقيق هدف. وطبعا نتنقل للاستاذ مصطفى لوكا، وعايزين نعرف منك يا استاذ مصطفى قول لنا بدات ازاي مشوارك وبدات ازاي تحقق نجاحك؟ هو المشوار بيبقى صعب في الأول، حقيقي فعلا تمام؟ فعلا. اول حاجه كله بيبقى فاكرها ان هي مثلا بتبقى سهله وكده وخلاص. لا، هي اول حاجه بتتعلم وبتتدرب، تمام. انا كنت ممثل عادي، تمام اللي وصلني مخرج منفذ من كتر من يعني احترامي وتقديري الاستاذ ايهاب اللي تعب معانا بصراحه، تمام. تدريب، عرفنا يعني ايه مسرح، عرفنا يعني ايه تمثيل، تمام. يعني ما الواحد ما يأس، تمام. كمل مشواره، تمام، لحد ما يبقى وصل لمرحلة بقى مخرج منفذ، من ممثل لمخرج منفذ، تمام. ما شاء الله. ما يعني ما خليناش نفسينا اللي احنا نمشي ورا الوهم بقى، اللي احنا لا ده ما فيش، لا ما نروحش، لا وده في حد ذاته فعلا تحقيق للنجاح، لان انت بتخوض في حياتك مواقف كتير تقيله بالظبط. ومواقف صعبه، فانت فعلا بتعتمد ان انت هتنجح هتنجح. ما بالظبط، ما دام عندك حلم عايز تحققه، تمام، لازم نمشي وراه، جميل جدا. تمام. بس طيب قول لنا، واكيد واجهت في حياتك صعوبات يعني. كتير كتير، ما فيش حد في عمله كف شغله كف تمثيل كف اي مجال عامه ما بيواجهش حاجه صعبه، لازم بيواجه الصعب عشان يلاقي الحلو. حقيقي عشان نلاقي الحلو ازاي بقى؟ لازم احارب في الصعب عشان اوصل للحلو، حقيقي فعلا. تمام. وصلت للحلو خلاص انا كده استريحت، ما افضلش اللي انا في مجالي زي ما هو، لا انا فاشل، لا انا لا ما اقولش الكلمه دي، حتى لو انا فاشل برضو لازم استمر ويعني امشي في الغويط في قلب المشوار بتاعي عشان انا اوصل للي انا عايزه. ما هو في بعض الناس بتفتكر ان الفشل ده هو عباره عن يأس وتحطيم واحباط، بل بالعكس الفشل هو بيقويني. شيء يقودك ان انت تتاهل اكتر، ان انت تتعلم اكتر. يعني كل حاجه بتقع فيها مثلا ما يعني فشلت فيها، هو ده مش فشل، هو بيقودك ان انت يعني تحقق اكتر، ان انت توصل لاكتر، لكن هو مش فشل علشان يؤدي للاحباط واليأس وان الناس تبقى ميؤوسه كده انها ما نجحتش، انها خلاص فشلت. صح بالظبط. تمام. للاستاذ ايهاب نعمان، قول لنا اتفضل. مين وقف جنبك ودعمك وسندك في مجالك ومشوارك الفني؟ بص حضرتك، اللي دعمني كانت برضو من ضمن التدعيم الاستاذه منى فهمي، وطبعا كل الشكر والتقدير للاستاذه عزه محمود مديره فرقه عالم المسرح. كان في تدعيم كبير منها جدا جدا للفريق، وكإيهاب نعمان كمخرج، لانها هي فعلا عملت ابداع كبير في الفريق، وطبعا متمنين من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشفيها ويعفو عنها وترجع لنا تاني ان شاء الله باذن الله، لان احنا في انتظارها وكلنا مستنيينها. دي اكتر حد ممكن اقول ان هو كان بيدعمني كإيهاب نعمان وكان بيدعم الفريق، هي الاستاذ عزه محمود طبعا، ولها كل الشكر والتقدير من خلال البرنامج.
طبعا كل الشكر والتقدير، وحاجه جميله جدا ان في ناس فعلا في الزمن ده بتقف جنبك وبتساعدك وبتدعمك، لان الشباب فعلا محتاجين اللي يقف جنبهم، محتاجين اللي يدعمهم، محتاجين اللي يساندهم. الشاب دلوقتي محتاج اللي ياخده من ايديه ويعرفه الطموح بتاعه هيتحقق ازاي، يعرفه ازاي يقدر يسعى لتحقيق رغباته، ازاي يقدر يسعى لتحقيق اهدافه. احنا فعلا محتاجين الايدي، محتاجين للمساعده من الاخرين. بالظبط، دي حقيقه. استاذ ايهاب، هل في اعمار معينه او فئه معينه او سن معين بتستقبله في المواهب؟ احنا بنستقبل جميع الاعمار، جميع الاعمار، كل الاعمار بنستعملها. تمام. اصل النهارده لو انا عملت سن معين يبقى انا كده بعمل احباط، زي ما احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي حالا عن الاحباط وعن الفشل. ما انا ممكن اكون عندي مثلا 40 45 50 سنه. ايوه، هو الموهبه لا تقف سنة. على سن معين. بالظبط، الموهبه لا تقف على سن معين، فعلا دي حقيقه. فالنهارده لو انا مثلا قلت لا، ده انا الموهبه دي انا عايز مثلا من سن كذا لسن كذا، انا الاول كنت بطلق المبادره ديت ان هو ايه، اعمل من سن كذا لسن كذا. تمام. حاليا بقيت كل الاعمار، لان انا ممكن اكون عندي طموح وعندي حلم بس انا مش عارف اوصل له، فكل مره بيأس بيأس بيأس. فلما بتجيلي الفرصه ببدا من هنا ادور على الطموح بتاعتي وعلى الحلم اللي انا بدور عليه، فانا خلاص لقيته. فمن هنا احنا طبعا ما بنعملش طبعا اعمار. طيب. الاعمار كلها مفتوحه عامه، يعني جميع الاعمار. ما شاء الله، يعني بتستقبل كمان الموهوبين اللي عندهم، يعني مش شرط انه يكون مثلا سنه كبير ولا شرط ان هو يكون سنه صغير، المهم ان هو يمتلك موهبة. بالزبط. أو عنده فكرة أو إبداع أو محتوى جميل يقدر يقدمه ويستفاد بيه وكمان يفيد بيه. بالظبط، دي جميل الحقيقة جدا. فعلا. تحب تقول ايه للشباب اللي هو عنده طموح بس مش عارف يبدأ خطواته ولا عارف يحقق رغبته؟ أشيل من دماغي الفشل. وما احطش دايما قدامي ان انا مش قادر، ان انا بواجه صعوبات، اصل انا اتخنقت من الحياه، انا اتخنقت من الدنيا، اصل انا مش عارف اوصل للحلم بتاعي. لا، هو حلمك قدامك بس انت مش عارف توصل له. بالظبط. لو انت من جواك وعايز توصل له وعندك الاصرار انت هتوصل له. فعلا. لكن انت مش عندك العزيمه والقدره، انت كل اللي انت حاطه في دماغك لا انا مش هقدر، لا انا مش عارف اعمل، لا انا مش عارف. الاحباط. احباط. الاحباط ده مش حلو كمان، عشان مش لاقي، مش عارف يبدا حياته ازاي ولا يخطها ازاي. خلينا كمان نقول ان هو ساعات بيوصل ان هو بينتحر. دي كانت يعني كانت ظاهره زهره، كانت ظاهره زهره جدا. لكن انت لو دورت من جواك انت هتلاقي عندك طموح وهتلاقي عندك حلم وانت عايز توصل له، بس لو دورت من جواك. اهم حاجه انت تدور. اهم حاجه ان هو ياخد خطوه التقدم، خطوه التاهل، ان هو فعلا يكون على نيه ان هو هيحقق، ان هو هيجتهد، ان هو هيصنع طموحه. دي اكيد طبعا، ده انا ده اللي انا اقدر اقوله للشباب، يعني لو عندك حلم اسعى عليه عشان انت هتعرف تحققه. ما تحبطش نفسك، ما يعني شيل حاجه اسمها احباط وحاجه اسمها فشل. لا، حلمك جواك وعندك اصرار انت هتقدر تطلعه من جواك. بالظبط كده، بالفعل فعلا. مصطفى لوكا، المخرج المنفذ، قول لنا مين دعمك ومين وقف جنبك في مشوارك؟ هو الشكر يرجع لربنا اولا، وثم استاذ ايهاب هو اللي دعمنا وهو اللي وقف جنبينا وهو اللي علمنا يعني ايه نشتغل في المسرح ويعني ايه نبقى عندنا الثقه زياده عن اللزوم. ان هو قال لنا حاجتين دول مهمين جدا احنا لسه متعلمينهم لحد دلوقتي وهنتعلم منهم. وقفتك على المسرح، تمام، لا المسرح تبلعه انت لا يبلعك، لا يبلعك هو. تمام. لو بلعك هو مش هتعرف تقف على مسرح تاني. هي فعلا اهم حاجه الثقه بالنفس والثبات الانفعالي اللي انت بتقدمه، لان انت بتقف قدام جمهور وبتقف قدام مشاهدين، فلازم تقدم رساله للناس، تقدم محتوى كويس. فعلا. بالزبط. اهم حاجه الثقه بالنفس فعلا. بالظبط. قول لنا ازاي قدرت تنظم ما بين مجالك الفن وما بين حياتك، بالرغم ان في ازدحام كبير جدا في مجالكم في عالم المسرح وعالم الفن؟ هو بص يا استاذي، هي الشغل عامه انت عندك حلم، تمام، الشغل اللي بعيد عن المسرح دوت ده اساسي في حياتك كده كده بتشتغله، تمام. حي. لكن شغل الفن وشغل التمثيل، تمام، ده حلم انت نفسك فيه وجواك موهبه عايز تطلعها. حي. تمام. فهتحارب عليها، لازم تحارب عليها، مش هتحارب عليها يبقى انت كده يبقى مفيش هدف، مفيش طموح. خلاص، يبقى انت كده طموحك في الحياه اللي انت كل ما عايز توصل لحاجه او تطلع سلمه مش قادر تطلعها، بتفضل قاعد زي ما انت مش هتطلعها وهتفضل طول عمرك ما تطلعهاش. فعلا فعلا، ده حقيقي. طيب تقول ايه للشباب اللي عندها برضه طموح وعندها اهداف وشايفه نموذج عظيم ومشرف زي الاستاذ ايهاب نعمان؟ ما شاء الله عليه عظيم، يعني وقدوه عظيمه ومثل اعلى للشباب اللي عندها طموح واهداف. ومصطفى لوكا، المخرج المنفذ، سيادتك تقول ايه للشباب انها توصل؟ هنقول محدش يعني محدش ييأس، يعني اللي نفسه في حلم، تمام، يدور عليه ويمشي وراه، ما يجيش في نص الطريق ويقول لا اصل انا تعبت. لا، ما فيش الكلام ده، انت حلمك حققه،
وطول ما ثقتك في الله وفي ربنا سبحانه وتعالى دي أول حاجة، تمام، هتوصل. أيوة فعلا، هو طبعا الاجتهاد طريق النجاح، وكمان اللي بيسعى واللي بيجتهد ربنا ما بيضيعش أجره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولأن كمان خطوات السعي دي خطوة كويسة جدا لتحقيق الأهداف وتحقيق الطموح، وما تجعلش حلمك مجرد حلم بل قاوم لتحقيقه، لأن الحياة محتاجة منك إنك يكون عندك أهداف ويكون عندك طموح ويكون عندك قابلية للحياة إنك تعمل وتصنع وتشتغل وتجتهد، لأن وجودك في الحياة مهم إن أنت تفيد بيه نفسك وتفيد بيه المجتمع، ويكون ليك شخصية اجتماعية وتكون مميز وسط أهلك ووسط المجتمع ووسط العالم كله. قول لنا يا أستاذ مصطفى، تحب تقول إهداء وشكر لمين وقف جنبك وسندك فعلا؟ هي أول حاجة دعوات أمي، دي اول هام. ربنا يبارك لنا فيها يا رب، وهي الخير يخلي. والبركه طبعا، امهات بيوتنا طبعا هم الخير والبركه اللي بيدعمونا، ده الدعم الحقيقي والدعم الاساسي اللي بيدعم اللي الواحد ان هو فعلا ببركه دعائها وبركه انها فعلا بتشجعنا ان احنا نوصل. بالظبط. فرقتي بقى، فرقه عالم المسرح، هي ديت الايد واحده، تمام. استاذ ايهاب حببنا ان هم الفرقه تحب بعض ويدعموا بعض، محدش بيدي الفشل للتاني، ان ده يوقع ده وده يخلي دوت ما يبقاش حلو في شغله، في تمثيله، الكلام ده. ففرقه عالم المسرح اسم بقى محفور جوانا، تمام، وان شاء الله باذن الله اشوفه في احلى اماكن ان يعني. شاء الله. وهي فرقه عالم المسرح بفضل هو الله الدعم وفضل بتاعنا اجتهادكم بصراحه. فعلا هتوصلوا، لان الانسان اللي بيجتهد هيوصل. بالظبط. جميل جدا. ونروح لاستاذ ايهاب نعمان، برضه تحب تقول ايه للشباب يا استاذ ايهاب اللي عنده موهبه وعنده ابداع، وايه كمان انت جايب نموذج كويس للزي المسرحي وحاجه كويسه يعني. انا يعني شايف ان نادرا جدا لما يبقى في مخرج مسرح بيهتم بزي المسرح، فانت جايب لنا زي، احنا عايزين طبعا نوريه للساده المشاهدين، وبالمره تقول لنا تقول ايه للشباب في طموحه وتحقيق اهدافه. طيب ده نموذج كاميرا شايفاه اهو، ده فرقة عالم المسرح، ده الزي بتاعها. تمام. الزي دوت طبعا احنا بنستخدمه في خلال البروفات. طيب احنا هنعيد رؤيته تاني للسادة المشاهدين علشان أوكي. يشوفوا ان ازاي المخرجين مش بس دورهم ان هم يعني يتكلموا عن مجال المسرح وفنون المسرح، بل كمان بيهتموا بالزي والشكل طبعاً. أكيد 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 طبعاً. الممثل والعضو اللي بيبقى في المسرح. ما شاء الله. ده كده بص، ده كده تيشرت. ده اسمه اهتمام، انت كمان يعني بترفع ازاي من كفاءه وترفع من روح ومعنويه اللي عندك من المشاركين. بالظبط، من المشاركين. وكمان انت بتبقى ماشي في الشارع، انت بتبقى معروف انت تبع ايه يعني. بالظبط. انت مثلا ماشي لابس تيشرت فرقه عالم المسرح، ايه ده شغال فريق مسرحي. فده كمان، ده كمان بيخليك تعرف الشخصيه بتاعتك يعني، الناس حتى تبقى عارفاك. تمام. لو انت مش معروف مثلا، انت شغال في فرقه مسرح او الكلام ده كله، بنخلي ازاي ده انت بتتعرف بيه. تمام. فدي حاجة احنا طبعا يعني احنا بنعملها دايما في الفريق عندنا، ان ازاي ده يكون متواجد ويكون مهم. وده كان من ضمن برضو الافكار بتاعت استاذ عزة، وبرضو استاذ محمد يسري بنشكره برضو، لان برضو كان عنده افكار جميلة كتيرة، وفي ناس كتيرة يعني بصراحة يعني وقفوا مع جنبينا في موضوع ازاي دوت. واهو زي ما حضرتك شفت، ده نموذج احنا دايما بنلبسه في البروفات وبنلبسه حتى واحنا خارجين. هو كنموذج مشرف لينا كممثل عامه طبعًا. يعني انا شايف بنتكلم كممثل كويس، واهتمام باعضائك في المسرح ده لازم، بشكل ده جميل ده جدا، طبيعي. لان انا فعلا نادرا لما بنشوف مسرح غير بيهتم بالزي اللي يتعلق بالمسرح، يعني اللي بيتعلق بالمشاهدات، بيتعلق بالمحتويات اللي هنقدمها. لكن هل فعلا شفنا مخرج بيهتم ان هو كمان يخصص زي معين لكل عضو معاه؟ دي حاجه جميله جدا. الحمد وده لله. اسمه تاسيس الحمد لله. الفريق الصحيح، الحمد وان لله. هو يتاهل لطريقه جميله جدا او لمجال جميل ومبدع ورائع في الحياه. الحمد لله. الحمد ربنا لله. يوفقك لله. دايما يا استاذ ايهاب. ربنا يخليك. وطبعا استاذ ايهاب نعمان بيطلق مبادره تقديم جميع المواهب من خلال البرنامج، وعايزين كلمة أخيرة يا أستاذ إيهاب قول لنا الشباب يعني عشان عايزين يشاركوا مثلا في المسرح أو ينضموا لك، يجوا لك إزاي أو يتواصلوا معاك إزاي؟ هو في طبعا صفحتنا على الفيسبوك اسمها فرقة عالم المسرح بقيادة المخرج إيهاب نعمان،
وفي برضو ارقام تليفونات لو طبعا زي ما حضراتكم شايفين تعرضوا على الفريق. الهواء الارقام على الشاشه فعلا للي حابب ينضم لفريق عمل الاستاذ ايهاب نعمان المخرج والاستاذ مصطفى لوكا المخرج المنفذ. طبعا مكان التدريب هيكون فين؟ بيكون في وسط البلد، احنا بناخد من جميع الاعمار والاطفال عندنا. كمان عايز بس اقول تمام. لحضرتك على حاجه، في طفل عندنا ابن فرقه عالم المسرح محمد تمام. علامه، طفل عنده 7 سنين بس ما شاء الله عليه، طبعا موهبه ممتازه جدا جدا، ما ويمكن شاء هو الله. الوحيد ابن فرقه عالم المسرح اللي هو شغال معايا، وانا بتمنى له طبعا مستقبل كبير لان هو عنده قدره وعنده امتياز ممتاز جدا جدا جدا. ربنا يوفقه يا فانا رب بالقدرة بقول والامتياز. لمحمد انت تبقى موهبه جميله جدا، وانا متمنى لك مستقبل جميل، إن شاء وبتمنى الله مستقبل ربنا لكل الناس يوفقكم. طبعا. ربنا وكان يخليك يا معانا شيخ، في حلقتنا تسلم ايدك. الأستاذ إيهاب نعمان المخرج ورئيس مسرحية، فرقة عالم إحنا المسرح، قلنا رئيس مسرحية فرقة عالم المسرح، وكان ربنا معانا يخليك، الأستاذ مصطفى لوكا ربنا مخرج يخليك. منفذ. وإن شاء الله بإذن الله يعني عالم المسرح وفرقة المسرح للأستاذ إيهاب حابين جدا إن أنتوا تنضموا معانا وإن أنتوا تشاركونا في مجال المسرح وإن أنتوا تدخلوا بمواهبكم وبأعمالكم الفنية. وإن شاء الله بإذن الله في الحلقة الجاية هنقدم محتوى جميل وهنقدم أداء ممكن ممتاز بس ورائع. ممكن نقول حاجة بس اتفضل في اتفضل الآخر، حاجة أخيرة بسرعة. حاجة أخيرة، أنا بشكر بس الناس اللي دعمتني طبعا، كل الشكر والتقدير للفنان الجميل اللي هو بيدعمني في كل حاجة، وحتى جه النهاردة معايا الاستديو. أنا بشكر محمد رزق جدا، الفنان الجميل اللي هو برضه رغم تدعيمه هو موجود معايا بره في الاستديو منتظرني وبيشوفني. بشكر الأستاذ نادر محمد اللي هو رئيس دعاية فرقة عالم المسرح، أنا ماشي. بشكره من خلال طبعا نشكر البرنامج. كل هؤلاء الأشخاص اللي قدمهم الأستاذ إيهاب نعمان. وفي نهاية حلقتنا يا رب تكونوا استمتعتم بالحلقة، وبنستقبل طبعا تليفوناتكم ورسائلكم على الواتساب للي حابب ينضم للحلقة. وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة جديدة مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب. دمتم في رعاية الله وحفظه.